السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة فيديو بيع حمام رومي وحمام لحم، تجديد العرض لعدم جدية المشتري. اللي حصل إن كان في حد هيجي يستلم الحمام وفجأة اعتذر لظروف ما يعني، فإحنا هنجدد العرض من تاني وهنقول لك الأسعار. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. العرض النهاردة ايه؟ 15 قص رومي زغليل وشباب وحمام شغال. احنا معانا الحمام في اكتر من مكان، في كذا اوضة زي دي، ده الحمام الرومي، في اوضة تانية فيها الحمام اللحم، متقسمين على كام اوضة؟ في 3 اوضة تانيين فيهم حمام. هنصور كل حاجة في مكانها ونقول لك الأسعار. هنبدأ على طول بالحمام الرومي الشغال. الرومي الشغال معاه بيض أو معاه زغليل، سعره 350، معاه بيض أو معاه زغليل. الشباب سعره 250، الشباب سعره 250. زغليل زغليله 125. طيب هنشوف كمان الحمام الشغال ونشوف الحمام من قريب. احنا بدأنا الفيديو ده بالحمام الرومي، قبل كده كنا بادئين بالحمام اللحم، لكن قلنا نغير يعني النهاردة. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الأوضة الثانية فيها 50 جوز لاحم شغال، يعتبر أول شغل أو تاني شغل يعني الحمام ده، عشان كده ممكن ما تلاقيش معاهم زغاليل كتير، ممكن تلاقي معاهم بيض محصيين وتلاقي زغاليل قليلة يعني. فاحنا بنقول لك اللي فيها يعني هو اول شغله او تاني شغله. هنشوف برضه عن قريب الحمام وهو قريب، بس هنوريك الحمام في المكان كده بداية. 50 جوز، وفيه في اوضة تانية فيها برضه 30 جوز كده. الحمام متربي سايب يا جماعة، يفضل اللي هياخد المجموعة على بعضها هيتعمل له خصم كبير. احنا هنقول سعر الجوز كام؟ هنقول سعر الجوز 250، واللي هيجي ياخد بالبيض وبالزغليل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طيب نقرب ونشوف الحمام وهو رائد على بيض وعلى زغليل. الحمام بيلحم اهو، بسم الله ما شاء الله، معاه زغليل اهو، معاه بيض، ده زغليله وده بيضه. نشوف برضه بسم الله ما شاء الله حجم الزغليل، الناس اللي بيهمها الحجم يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اهو يا جماعه معظم الحمام معاه بيض او معاه زغليل او بيطارد اهو، بيض اهو. ما شاء الله، هنا في زغلول تاني مطروح احسن، شايفه داخل عندهم غلط، الاهالي ضربوه، اشيل الزغلول ده. برضو حطم ثلاثات زي هنا برضو، وده برضو تحته اهو يا جماعه بايظ. طبعا هو عشان كان باع حمام فهو محطم ثلاثات. ما شاء الله
الحمام عشان اول انتاج يا جماعه معظمه بيض. لسه برضو اول شغل يجهز عيش اهو يا جماعه. ده معاه زغلول بيض. نشوف الأوضة التانية برضو اللي فيها 30 قص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. كله يا جماعة من سعر 250 الشغال، كل اي حمام شغال من سعر 250، حمام لاحم شغال من سعر 250 ما عدا الرومي طبعا. هنقرب نشوف الحمام من قريب. كل الحمام محس يا جماعه على الارض اهو ما شاء الله، ومحضن تحته تلاتات. بسم الله ما شاء الله. الأوضة الرابعة معانا فيها شباب لاحم، أعمار من عمر شهرين لحد 6 شهور الحمام بدأ يشتغل. هنقول لك ازاي اهو. هنا في قص حص اهو، بسم الله ما شاء الله. ده بداية شغل، يعني الحمام الشباب من عمر شهرين لحد 6 شهور يعني الحمام بدأ يشتغل. طبعا على بعضه، اللي عايز كمية قليلة يتفضل، واللي عايز الكمية على بعضها يتعمل له واجب. هنقول سعر الجوز في المجموعة كام؟ 160. سعر الجوز في المجموعة كلها على بعضها 160 يا بلاش. 160 فرصة، والله فرصة عظيمة جدا، لأن فيهم على وش شغل وفيه اللي بدأ يشتغل زي ما حضرتك شفت كده. لكن طبعا في من عمر شهرين فبرضه بتحسب من الشباب. اللي هياخد الكمية على بعضها قلنا 160. طب واللي هياخد عدد قليل؟ اللي هياخد عدد قليل 200 يا جماعه. طبعا لان اللي هيجي ياخد عدد قليل هيجي يختار. تمام؟ كده المجموعه الاوضه الرابعه، يبقى كده عندنا اوضتين فيهم حمام شغال لاحم، والاوضه الثالثه شباب لاحم، والاوضه الاولانيه خالص اللي فيها الحمام الرومي. كده اكون خلصت فيديو النهارده. ارجو يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.